بكم من جديد. صباح الخير لكل المشاهدين في زاويتنا الصحية لهذا الصباح. رح نحكي عن عملية القلب المفتوح، لن نتحدث عن تفاصيل العملية، ربما يعني كانوا في زملاء من قبل وأساتذة في الطب تحدثوا عن موضوع عملية القلب المفتوح. سنتحدث في هذه الزاوية عن العناية بالمريض ما بعد هذه العملية، يعني هناك محاذير خاصة، هناك شروط أو ربما إرشادات يجب أن يتبعها المريض بعد هذه العملية. اليوم يسرنا للحديث عن هذا الموضوع أن يكون معنا الدكتور فخري العكور، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، رئيس قسم القلب في مستشفى البشير. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك دكتور. الله يعطيك ألف عافية. إذن يعني الحديث عن هذه العملية، عملية يعني ليست سهلة، تصنف من العمليات الكبرى ربما بتصنيفكم الطبي، ولكن الحمد لله يعني في بلدنا أصبح هناك يعني تطور كبير واطمئنان لدى المرضى من نجاح هذه العملية ومن موفقيتها دائما عند المرضى كبارا كان أم صغارا. الآن يعني لن نتحدث طويلا في موضوع القلب المفتوح، بس لابد من ربما يعني توطئة صغيرة أو مقدمة تشرح لنا فيها ما يحدث خلال العملية. بداية شكرا على استضافتكم في برنامجكم الرائع يوم جديد. وفي الواقع أن القلب المفتوح هو تسمية تقريبا فيها بعض الخطأ، لأنه الصدر المفتوح وليس القلب المفتوح. هو ما يجري أنه الجراحين يفتح الصدر، أحيانا يفتح القلب في بعض الحالات لزراعة صمامات أو استبدال صمامات. أما جراحة القلب المفتوح بالفعل كما تفضلت أصبحت في الأردن عملية من العمليات الناجحة والتي تجرى بشكل موسع في معظم مراكز القلب في الأردن، وأصبح الأردن محجا للمرضى العرب من كل دولنا العربية الشقيقة. صحيح، والحمد لله. القلب المفتوح هي عملية تجرى لتطعيم الشرايين التاجية أو لاستبدال الصمامات أو لتصليح أو ترميم التشوهات الخلقية عند الأطفال. بالنسبة لتطعيم الشرايين هي عملية تجرى يعني إنقاذ المريض من انسداد الشرايين التاجية التي قد تؤدي إلى جلطات قلبية، وبالتالي يقوم الأطباء بعمل وصلات وريدية أو شريانية بأخذها من الساق أو من تجويف الصدر ووصلها بين الأورطة أو الشريان الأبهري وما بعد الانسداد في الشريان التاجي. وقد نرى ذلك في معنا فيلم توضيحي، يعني لو سمحت زميلنا جمعة لو نقدر نحطه كمان حتى نوضح للمشاهدين عن طبيعة الحديث اللي بيتكلم فيه دكتور فخري العكور. فيقوم الأطباء بالبداية طبعا بتجهيز هذه الوصلات، ومن ثم يفتح القفص الصدري الرعب عند بعض المرضى. ويعني حتى يتم إقناعهم أصلا بالبداية يتم بإجراء العملية فتجرى يعني جلسات محاولة نفسية. وما بعد القلب المفتوح أيضا يجب على الناس أن يعرفوا أن هذه العملية أصبحت بسيطة، والتشافي منها أيضا يعني سريع إذا التزم المريض بمجموعة من الإرشادات والنصائح التي يعطيها إياها الطبيب. وأنا في الواقع عملت زي كتيب هيك بسيط. هذا كثير جميل، يعني ممكن إنه إحنا بنوزع على المرضى. ريت لو زميلنا كمان هيك نقدر يعني ناخذه. هاي الإرشادات قد تفيد المرضى ما بعد القلب المفتوح. أي حدا بيحب يعني يعرف ممكن يراجعني أو يدخل على صفحتي على الفيسبوك، بعطي كل الإرشادات. هذا ضروري، يعني بتخيل قد ايه برشد، قد ايه بكون بمثابة فعلا دليل للمرضى ما بعد العملية. انت حاط فيها، انا اطلعت على هذا الكتيب الكثير من التفاصيل، ابتداء من يعني خلينا نقول الشق الجراحي والتعامل معه. صحيح. ثم التعامل مع عظام الصدر، عملية حتى التفاصيل البسيطة، الاستحمام، الحياة الزوجية، العودة للعمل. فياريت لو نبلش فيها اولا باول، خلينا نفيد المشاهدين اللي عندهم استفسارات فيها. يعني بداية المريض يعرف أنه عملية الالتئام عظم القفص الصدري بحاجة إلى أسابيع، يعني من 4 إلى 6 أسابيع يلتئم عظم القص. ولكن المريض يبدأ يعني من الشق الجراحي، ينظر أول ما ينظر إلى الجرح. عليه أن لا يصاب بالرعب ولا بالخوف، لأنه هذا يعني جرح عادي وسيلتئم إذا قام بتنظيفه وتعقيمه حسب الإرشادات الطبية. عليه أن لا يعني يخاف من الألم الذي سيشعر به أو الوخز أو الحكة أو أحيانا بعض الانتفاخ. فقط عليه أن يراقب إذا كان هناك إفرازات يعني أو التهابات حتى يقوم الطبيب بتنظيفها وعمل دريسنج جراحي لها. وبالتالي يعني مراقبة الشق الجراحي هي الخطوة الأولى في
مشوار العودة إلى النشاط الطبيعي. المراقبة تشق الجراح، معنى هيك أنه مثلا الاستحمام ممنوع دكتور لفترة مثلا، أنه بيخافوا على الجرح يلتهب تدخل فيه صابون أو شيء؟ هذا الموضوع. لا لا، يمكن للمريض أن بعد العملية أن يغتسل، على بشرط أن يكون الماء دافئ وليس بارد وليس حار، وأن لا يستخدم يعني صابون معقد، يعني صابون بسيط. يعني صابون بتفضلوا اللي بدون رائحة عادة طبيعي، يعني طبيعي اللي بيكون بدون مواد عطرية وبدون ديتول. في ناس بيفكروا أن يستعمل صابون طبي في ديتول، الديتول بحرش الجرح بخرشه، فلا داعي لاستعماله. الكحول ولا كحول، هناك مواد من مستخرجات اليود معقمة يوصفها الطبيب لعمل تنظيف وتعقيم بشكل دوري، ودريسنج يعني معقمة سهلة جدا زي أي جرح، يعني المهم أنه ما يكون في التهاب. فبالتالي يعني ما يشعر به من ألم ووخز لا يعني يجب أن لا يخاف منه المريض. بطبيعة الحال إذا يعني راح يكون في ألم، يعني بده يعرف المريض أنه راح يكون في ألم، كيف يتعامل مع المسكنات؟ كيف يعني بتوضحوا له عملية التعامل وتناول المسكنات؟ يعني هو الطبيب راح يوصف له مجموعة من المسكنات، لكن عليه أن لا يفرط في استخدامها، لأنه يعني في الأسابيع الأولى وخاصة في الأسبوع الأول بسبب شق العظم الصدر سيشعر في آلام بمنطقة الجرح وفي منطقة الأكتاف. أيوة. وبشكل عام القفص الصدري، لأنه أي حركة للإنسان ستعمل على تحريك هذا الجرح، لأنه نشر عظم القص. فبالتالي بعض المسكنات بشرط أن لا يفرط بها، لأنه سيعتاد عليها وقد يعني تكون ضرر له. أنا عم بخطر ببالي مجموعة من الأسئلة اللي ممكن تخطر على بال المريض وأهله، يعني فيما يتعلق مثلا بالعودة إلى العمل دكتور فخري، قيادة السيارة، السفر لمسافات طويلة، استقلال الطائرة، أو يعني هاي التفاصيل البسيطة اللي ممكن كل واحد كثير ينسي. موضوع مهم، يعني خاصة ما ذكرتي حضرتك عن قيادة السيارة، يجب في الأسابيع الستة الأولى عدم قيادة السيارة. أيوة. لأنه القيادة تعتمد على استخدام الذراعين. أيوة. واستخدام الذراعين سيؤثر على منطقة القص الجرح. فبالتالي ينصح بتجنب القيادة لمدة ست أسابيع. بعدها بكون قيادة تدريجية لمسافات غير بعيدة، وبشرط استخدام حزام الأمان حتى يقي القفص الصدري. جميل. من أي بريك، هذه ضرورة، من أي ضرورة لكل الناس مش بس للي عاملين عملية. مزبوط. صحيح. إذا كان راكب الطائرة ممكن يسافر بعد ست أسابيع. لأن الطائرة ما في يعني أي إجهاد على القفص الصدري، بس كله بعد ست أسابيع، يعني صحيح. يحظر عليهم السفر بالضبط. يعني موضوع ذكرتي أيضا اللي هو مثلا العودة إلى العمل، كمان من ست إلى ثمان أسابيع حسب الحالة. يعني الطبيب عادة يقوم بالكشف على مريض القلب المفتوح بعد الأسبوع الأول، وبالتالي يحدد حالته، وقد ينصحه بالعودة مثلا في الأسبوع السادس أو أكثر. ومن هنا أحب أن يعني أنصح الناس بعدم التسرع كما يفعل البعض بالرغبة بالتقاعد. يعني بفكر انه اذا عمل قلب مفتوح خلص انه هو حتى اقدر اشتغل. ايوه، لا، عليه ان يعرف انه هاي عمليه عاديه وسيعود الى نشاطه ويمكنه الاستمرار في العمل، وعليه ان لا يتقاعد او يطلب تغيير عمله. نعم. في كثير منهم يعني بصير عنده نوع من الخوف او من الاحباط، فبطلب من إدارة شغله تغيير العمل أو التقاعد. يعني يبدو أنه العملية بعد العملية بدها نفس طويل نوعا ما، بدها صبر، يعني زي ما أنت قلت هي المدة من 6 إلى 8 أسابيع. صحيح. يعني بتعافى الشخص إن شاء الله بدون مضاعفات، يعني إذا ما تم العناية بشكل صحيح يعني بعد العملية. صحيح. بدي أنصح كمان بالنسبة للأعمال المنزلية حتى ما ننسى، أنه خاصة للسيدات. يعني بعد القلب المفتوح على سواء كان لتطعيم الشرايين أو استبدال صمام أو لترميم بعض التشوهات مثل الفتحات بين البطينين أو الأذينين، أنه أن لا تقوم السيدة بأعمال مجهدة داخل البيت، مثل أنها مثلا ترفع إشي ثقيل. أيوة. أو جرة الغاز أو تفتح بشباك مسكر. لا، تنادي زوجها حتى يساعدها أو أولادها، يعني أولاد كبار كمان. بالضبط. يعني الحال يجب الاهتمام في الست أسابيع الأولى من السيدات أنه عدم الإجهاد القفص الصدري، وأيضا ننصح بسنة كاملة عدم الحمل. سنة كاملة بلا حمل. أكيد يكون في عبء على كل الجسم. صحيح. خلال فترة الحمل. وبالتالي السيدات يعني كمان هذه نقطة مهمة يجب أن، وأيضا عدم استخدام
كثير من الأدوية موانع الحمل الهرمونية وإشي يعني يفضل أنه في الابتعاد. بعض يعني المحاذير فيما يتعلق باستخدام بعض الأدوية يعني صحيح. أكيد أنتم بتنبهوا المرضى مثلا مرضى الكلى ينصح بعدم الإفراط في بعض المهدئات مثل البروفين والديكلوجيزيك وما يؤثر على الكلى. هي صحيح مسكنة قوية لكنها تؤثر على الكلى، يجب أن ينتبهوا لذلك. طيب بما أنه إحنا ما زلنا في طور الحديث عن الحركة، الأعمال المنزلية وإلى ذلك، في رياضة خاصة مثلا تطلبوا من المريض أنه سؤال كثير كثير ممتاز لأنه مهم. تبدأ النشاطات الجسدية أو الرياضة من اليوم الأول بعد العملية تصوري. يعني يجب أنه الإنسان في داخل المستشفى يبلش يمشي في غرفته. بعد الأسبوع الأول ببلش يمشي في البيت بالكريدور وكل يوم عن يوم بزيد عدد الأمتار. وأيضا يبدأ من الأسبوع الثاني بعمل بعض الحركات السويدية حتى لا تحصل تشنجات بسبب يعني الانكماش. أيوه. أنه المريض بفكر أنه متألم فبينكمش بصير تشنجات في الرقبة وفي الكتفين وفي كل عضلات القفص الصدري. بتعطوهم بالعادة طبيعة الـ يعني التمارين اللي بدهم اللي طبعا لازم يعملوها؟ الأطباء بفرجوهم. في كمان يعني بعض الحالات بيكون في دورات تأهيل يعني ريهابيليتيشن ما بعد العملية، بفرجوهم كل الحركات وكل يعني برنامج متكامل كيف يبلش يمشي ويزيد. يفضل انه يكون مثلا بالبدايه ماشي على سطح مستوي وان لا يعني يطلع درج، بعديها ممكن يجرب درجه درجه بعدين بعد الاسبوع الرابع ممكن يصير يقصدر برا بس بشرط انه يلبس يعني حذاء رياضي بحيث انه ما يضغط على القفص الصدري. وخطوه خطوه يرجع الانسان الى نشاطه الى طبيعته. ويعني الحمد لله في نسبه نجاح هذه العمليات في الاردن يعني كبير جدا ويقارن بمستوى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني احنا بكثير نتفوق على بعض حتى الدول الأوروبية في مجال جراحة القلب. هذا مما لا شك فيه، يعني ما شاء الله الكوادر الطبية ونجاح العمليات الكبرى عنا متميزة جدا. فيما يتعلق بتفاصيل لها علاقة، أنا مش لازم أسأل هذا السؤال لأنه صار معروف أنه إجابته لا وألف لا موضوع التدخين. أيوة. ولكن إذا مثلا سألوك بعض المدخنين اللي لا يستطيعوا الإخلاء عن التدخين، لا موضوع هل مهم. ممكن أنه بعد الست أسابيع يرجعوا يستأنفوا التدخين مثلا؟ بالإضافة يعني بما أنه عم نحكي عن ما يتناوله الإنسان، التدخين، الكحول، مثلا الطعام والغذاء، صح. الشراب، يعني كيف ممكن يكون؟ ثلاث محاور كثير مهمة أختي سمر. لأنه يعني التدخين هو أصلا الذي جاء بالمريض إلى غرفة العمليات. نعم. في معظم الحالات هو نمبر 1 يعني عامل خطوره رقم 1. فهذه الوصلات الشريانيه اللي تعبوا الجراحين حتى استخرجوها من الساق ومن داخل التجويف الصدري حساسه جدا للنيكوتين. أيوة. فقد تصاب بالانسداد والانغلاق بعد عوده المريض للتدخين. يعني في الشهر الاول قد تغلق هذه او الشهر الثاني تصاب بالتصلب ايضا. سريعه الانسداد الاورده، فعليه ان يقلع تماما عن التدخين. ممنوع وأن لا يعود إلى التدخين حتى لا تحدث انسدادات. وبعدين منين نجيب له وصلات؟ الجيران مش راح يعطينا. خلص تخلص الكمية المحدودة يعني. بالضبط. الغذاء في غذاء خاص طبعا هو يعني حتى يحصل إعادة التئام أو التئام سريع وإعادة النشاط للجسم يجب أن يكون غذاء متوازن. يعني أن يكون حاوي على الفيتامينات والكربوهيدرات والبروتينات، شريطة أن يبتعد الإنسان عن الدهون، الأجبان بكل أنواعها، صفار البيض، لحمة الخروف المدهنة. أيوة. أن يكثر من السمك، من الخضار، من زيت الزيتون والفواكه. وعليه أيضا إذا كان في صعوبة بموضوع السمك لأنه ما عندناش ثروات سمكية، الحبوب زيت السمك أو أوميجا 3 لأنها كثير بتساعد يعني القلب وبتنشط عملية الالتئام وتمنع تصلب الشرايين الجديدة. نعم، احنا يعني بنتمنى نكون اعطينا يعني نصائح كافية ووافية لمعظم الأسئلة اللي بتتكرر. في سؤال اللي بيطرحوه عليك مرضاك دكتور يتكرر وحابب او يعني ما طرحناهوش حابب تحكي فيه قبل ما ننهي لقائنا. بالنسبة للعلاقة الزوجية تكون تدريجية وباعتدال وما يخاف منها كثير. صحيح. يعني بيستحوا يسألوا الناس. بتعرفي مجتمعنا وشي، فأنا بنصح الناس انه ما في خوف، باعتدال وبشكل تدريجي يستطيع الإنسان أن يعود إلى حياته الطبيعية.
إن شاء الله بالتوفيق وبالسلامة للجميع إن شاء الله لكم أنتم ولكوادركم في مستشفى البشير. بنعرف قد ايه يعني كنا عم نحكي قبل اللقاء إنه مستشفى مركزي وفي هذا الكم الهائل يعني بعدين هلا أصبح عندنا مستشفى جديد رائع يعني يعني ما مش أقل من المستشفيات الخاصة من ناحية هذا بلزم لقاء خاص إن شاء الله. دكتور فخري شكرا جزيلا لك على وجودك معنا هذا الصباح، رئيس قسم القلب في مستشفى البشير، تحياتنا لك. وإحنا أعزائي المشاهدين بعد فاصل قصير بنرجع لكم ونتابع فقراتنا، خليكم معنا.